أقل من النقطة التي سوف أصدرها بالتوقف عندها الأستاذ مصطفى في مداخلة في التقليد. لست أدري إن كان قد تبادر إلى ذهنكم سؤال آخر. لاحظوا بأن لعبة السؤال هي ما ربما ما يميز هذه الكلمة أو هذه المداخلة. لست أدري كما قلت إن كنتم قد طرحتم على أنفسكم سؤال منذ متى حسست الدولة القطرية المضمون القانوني الغربي ولكن داخل العالم العربي الإسلامي، وعندما نقول العالم العربي تحضر هنا بالضرورة عالم المغرب العربي. جوابا على هذا السؤال وبصورة مباشرة، تقريبا بعد الفترة الكولونيالية. إذن بالنسبة للمغرب منذ 1956 وبالخصوص الجزائر 6 سنوات بعد ذلك. السؤال الآن، خلال 50 سنة الماضية كم هي المدة التي كانت فيها هذه الحدود مغلوقة، وكم هي المدة التي فتحت فيها؟ سوف تستغربون عندما تجدون بأن أزيد من ثلثي هذه المدة مع كامل الأسف كانت هذه الحدود مغلوقة. هذه الدولة القطرية التي نشأت بفعل تجربة كولونيالية مريرة استمرت في المغرب كما نعرف حوالي 50 سنة، وفي الجزائر أزيد من قرن وثلاثين سنة. هذه التجربة هل لها تأصيل أو هل لها أصول في تاريخنا القديم نحن كعرب أو مسلمين؟ جوابا على هذا السؤال يتطلب منا أولا أن نقارب مجموعة من المفاهيم حتى نتقف في النهاية على الهدف الذي رسمناه في البداية، وهو كما قلت وأرجو أن يظل حاضرا في ذهن الحضور الكريم، هو حق المرور أو العبور. لأجل مقاربة أطروحة إنشئنا هذه الإشكالية يجب أن نعرف بمعنى الدولة القطرية، ثم هل لنا في التاريخ خاصة التاريخ الوسيط والحديث والمعاصر دولة قطرية بالمعنى المتعارف عليه، ثم ما هي أشكال الدولة التي عرفناها نحن، ثم ننتهي في الوصول في الأخير إلى مسألة الحدود وإغلاقها. الدولة القطرية بالمضمون القانوني الذي يعرفه الجميع تتأسس على 3 مبادئ، وهي إقليم وسلطة وشعب. ودون تفصيل في هذا المضمون فيجب أن يحضر الذهن بأنها حتى بالمضمون القانوني الغربي لم تكتمل تجربتها إلا خلال القرنين الماضيين، بالخصوص في القرن 19 والقرن 20. صحيح أنها نتاج تراكم تاريخي، وهذا التراكم التاريخي بدأ منذ نهاية العصر الوسيط الغربي، أي منذ أن بدأ علم السياسة يتشكل على يد ميكافيل، والمعروف بأن ميكافيل من أول من قارب موضوع الدولة انطلاقا من هذا المضمون القانوني. صحيح أنه طمح إلى تحقيق دولة إيطالية قومية قطرية، لأن نعرف بأنه خلال الفترة التي عاش فيها نهاية القرن 16 وبداية القرن 16 كانت دولة أو إيطاليا مقسمة إلى 5 دويلات، فكان له طموح كبير بتوحيدها، لكن حلمه لم يتحقق إلا في نهاية القرن 19 على يد غاريبالدي كما هو معروف. في أثناء ذلك، أي بين القرن 15 والقرن 19 الذي تحقق فيه الوحدة القومية الإيطالية، كانت قومية أخرى أو دولة قطرية أخرى قد ظهرت في مجموعة من البلدان الأوروبية، وبالأساس في البرتغال منذ عهد أسرة أبيس في نهاية القرن 14، ثم إسبانيا البرتغال بعد أن توحدت، بعد أن طرد المسلمون سنة 1492 مع فرديناند وإيزابيلا، ثم تقدم المشروع القومي الأوروبي كما قلت تباعا في فرنسا في بريطانيا في مجموعة من الدول الأخرى. المضمون الذي يحيل عليه الدولة القطرية هناك تعريف عديدة جدا، لكن من أهمها ما يتكئ على مشروع الأمة أو الهيئة كما عند سياس جوزيف إيمانويل سياس من مفكرين فرنسا القرن 19، أو انطلاقا من مقاربة موضوع الأمة أو القومية بالاتكاء على عنصر الدولة، وهو مرفوض بالطرح الماركسي كما هو معروف، لأن الدولة
اصلا بالمضمون الماركسي، ومن ضمنها الامه والقوميه كلها مرفوضه لانها الاله في يد الامبرياليه والراسماليه. ثم عندما تعريف اخر هو تقريبا انضج او اكمل للمستشرق الفرنسي ارنست ريمان عندما يعرف الامه بانها لا تتكئ او ليست مجرد تكوين اجتماعي لغوي عرقي فقط، اي ان الامه لا يجب ان تتكلم بنفس اللغه وليست من نفس الجنس فقط، وانما يجب ان يكون لها مشاريع تحققت في التاريخ. والاهم او ما يشير عليه ريمان هو ان تكون لها رغبه لتحقيق مشاريع كبرى في المستقبل، ونضع الصرم على كلمه المستقبل لانها بالضبط ما اتى بنا الى هذه الخيمه المباركه. بالنسبه لهذا التعريف كما نلاحظ فهو يؤسس لشعور نفسي بالشعور الى الانتماء لكيان او لجسم موحد، وهو كما قلنا يتأسس على اساسا على اللغه وعلى التاريخ وعلى العرق ثم مشروع مستقبلي. السؤال الان، هل نحن في التاريخ العربي والتاريخ الاسلامي عموما كانت لنا نفس المكونات؟ بالنظر الى المقدمه التي طرحناها في البدايه وهي اننا دول قطريه ناتجه عن الفتره ما بعد الكولونياليه، في الواقع ان هذه المقومات من الناحيه التاريخيه هي عباره عن انحراف شاذ عن التاريخ، بمعنى اننا عندما نرجع الى تاريخنا الاصيل خاصه في التاريخ الوسيط سوف نجد او ننتهي بالذات الى نقيض مضامين الدوله القوميه بالمضمون الغربي. نحن في تاريخنا الاسلامي والعربي عندنا هوية أخرى تتأسس على مفهوم الأمة، وتعرفون بأن مفهوم الأمة كان مفهوم قديم حتى في الجاهلية وكان له بعد ديني. عندنا بيت شعري للنابغة الدبياني: حلفت بربك أو حلفت بربك و الشؤون خصام، وهل يعتمد ذو أمة وهو مطاع؟ وذو أمة عندما نعود إلى لسان العرب نجد بأن المقصود به هو ذو دين، والأمة التي قصدت بعد القرن الأول للهجرة أو بعد القرن الثالث للميلاد التي تأسست في العالم العربي هي الأمة المتكئة على الدين بمضمون ديني. صحيح ان لفظ الامه ورد في القران الكريم اكثر من 60 مره، لكنه ورد بدلالات متعدده، اما يدل على الطريقه او يدل على المده، ولكن المحتوى الاجتماعي الذي شاء له النظام الاسلامي ان يؤسسه فهو المحتوى الاجتماعي او الشعور النفسي بالانتماء الى جسم واحد. من هنا عندما نقول امه اسلاميه فالمضمون اننا نحدها من مضيق مالاغا يعني في اندونيسيا الى مضيق جبل طارق، فالمسلم الغيني والمسلم الموريتاني والمسلم الصيني والمسلم المغربي كلهم عندهم شعور وجداني بالانتماء الى جسم موحد. وهذا الشعور الوجداني في الواقع ليس فقط لدى الجماهير الشعبيه وانما حتى لدى النخب السياسيه. اذا تاسيس على ما سبق، فنكون قد قفزنا على الخصائص الجغرافية وعلى الخصائص اللغوية وعلى الخصائص الإثنية على اعتبار أننا جميعا ننتمي إلى أمة واحدة. الآن السؤال، كيف تعامل الإسلام مع المسلمين داخل هذه الأمة الإسلامية؟ هو أقصد من الناحية الدينية الحضارية. قسم الإسلام كما هو معروف الناس داخل هذا المجال المعروف بدار الإسلام في التاريخ الإسلامي أو التاريخ السياسي الإسلامي، قسمهم إلى ثلاث فئات: معاهدين ومؤمنين ومن لا عهد لهم. المعاهدين معروفون وهم إما الذين لهم عهد أمان أو عهد ذمة. عهد الأمان يعطى للحربي الذي يفترض فيه الجهاد، للحربي
لحق المرور إما لغرض تجارة أو غرض الحج أو غرض ثقافي معين. وعهد الذمة يعطى للذميين من أهل الكتاب للإقامة وفق شروط معروفة داخل مجال الدول الإسلامية. أما الحربي فهو الذي يقع في دار الحرب والمفروض عليه الجهاد. أما المسلمين بإطلاق فيفترض فيهم السلم كافة ولا يسقط ذلك إلا بالكفر أو الردة. قد نسمع الآن هل نجحنا في تحقيق خلافة على مستوى المجال الذي يشمل الأمة؟ الجواب قطعا ولا. والسبب في ذلك سببان: أولا عجز الكيانات السياسية عن توحيد كل المجال الذي ذكرناه، المجال الجغرافي الكبير أولا، وثانيا مظل تشتت المسلمين في جميع الأرجاء. لكن حتى مع وجود كيانات سياسية عديدة عبر التاريخ الإسلامي وحتى بوجود حروب كثيرة بين هذه الكيانات السياسية، مثلا في بلاد المغرب لم تكن تهدأ الحروب بين بني زيان وبني مرين خلال الدولتين، إلى أن سقطت الدولة المرينية مع السعديين وسقطت الدولة الزيانية مع العثمانيين، لم تكن تهدأ الحروب. ولكن هل الصراع السياسي الفوقي إن شئنا بين الكيانين السياسيين كان يمنع حق المرور على المستوى الشعبي؟ الجواب على ذلك هو لا. لم يسجل التاريخ في أي فترة من فتراته أن هناك صراعا سياسيا انعكس على المستوى الشعبي إلى درجة إغلاق الحدود. أصلا الحدود بهذا المعنى هي حدود نسبية ومنطقة ولم تكن معروفة بالصلابة التي هي عليه الآن، فبالأحرى منع الناس. ومن ذلك أننا نجد حقوق المواطنة داخل هذا المجال الكوسموبوليتيكي إن شئنا هي حقوق مواطنة للجميع، وبالتالي نجد مغاربة يقتلون في الجزائر أو في تونس أو في العراق والعكس صحيح. الذي يجب أن يحضر هنا هو أننا ننطلق من الحالة المغربية الجزائرية، ولكن يجب أن تكون في خلفية الذاكرة أنها عبارة عن حالة نؤسس لها من خلال المشروع العربي ككل، وليس فقط لا نقصد بالذات الحالة المغربية الجزائرية، لأن هذه مسألة عامة في الوطن العربي ككل. إذا حق المرور كان حقا متاحا للجميع، بل أكثر من ذلك، وهنا أريد أن أختم مداخلتي بسؤال أو مجموعة من الأسئلة كما ذكرتها، كانت للأغراض بين قوسين حقوق حتى على المستوى السياسي داخل الكيان الغريب عنهم، أي داخل مجتمع آخر إسلامي أو عربي. ويمكن أن نطرح هنا مجموعة من الأسئلة: كيف نجح إدريس الأول وهو الهارب من الشق وحيدا مطرودا مهانا أن يؤسس دولة في المغرب وبين قبائل أوروبا الأمازيغية؟ وكيف نجح مثلا عبد الله بن ياسين أن يهبط إلى حدود موريتانيا والسنغال ليؤسس الدولة المرابطية ويصعد بها إلى المغرب وتؤسس كما هو معروف مدينة مراكش، ثم تؤسس دولة وتقوم دولة النهاجة التي جاءت من أقصى جنوب موريتانيا بتأسيس دولة في المغرب الأقصى؟ وقبل ذلك لماذا أو كيف نجح عبد الرحمن الداخل وهو الهارب أو هارب آخر من الشرق في تأسيس دولة بالأندلس؟ وكيف نجح عبد المؤمن بن علي القومي وهو من غرب الجزائر بحدودها الحالية المعروفة حاليا أن تحتوي قبائل مصمودة في جبال دارم اللي هي الأطلس الكبير حاليا ويؤسس دولة هناك؟ أسئلة كثيرة جدا في الواقع تطرح، كلها تنتهي بنا إلى الجواب إن شئنا أو اقتراح جواب على السؤال الذي اقترحناه في البداية: هل كانت لهم حقوق ومن ضمنها حق المرور أم لا؟ أعتقد أن الجواب قد اتضح في ذهنكم، وإن كانت هناك أسئلة أخرى نتركها إن شاء الله لفترة المناقشة. وأجدد شكري للجنة الموسيقية التي أشرفت على تنظيم هذا الحفل. شكر متبادل للأستاذ الفاضل العزيز هندو، ونعتذر